وللوقوف على آخر تداعيات إحراق النائب الدنماركي نسخة من المصحف الشريف في السويد، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين عضو البرلمان الألماني السابق الدكتور جمال قارصلي. أهلا بك معنا دكتور جمال. أهلا بكم، مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. أهلا بك دكتور جمال. يعني قبل عامين زعيم حركة سترام كورسل الدنماركي استفز المسلمين بحرق نسخ من المصحف، ومرة أخرى اليوم في يعني يكرر هذه العملية في السويد. ما الذي يحاول فعله هذا الرجل؟ طبعا هو يحاول مرة أخرى لأنه وجد أن هذا فيه جدوى، بأن ما يقوم به له ردة فعل وله ويجعل المجتمع السويدي وربما دول أخرى في أوروبا يعني يكون في هناك الاستقطاب كبير. هو يريد طبعا بهذه الطريقة أن يكثر من شعبيته في كل الدول الأوروبية، يريد أن يدخل الانتخابات، يريد أن يجمع التواقيع لكي يحق له أن يرشح للبرلمان. وكما قلتم في تقريركم، هو رشح في المرة السابقة وحصل على فقط 1.8% من الأصوات. طبعا هذا رجل حقا، وفيه كثير من هكذا شخصيات معتوهين يبحثون عن الشعبوية، يبحثون عن بسبب أنانيتهم يريدوا أن يصعدوا إلى البرلمانات وإلى الحكومات على ظهر المسلمين، على ظهر المغتربين، ولو كلف ذلك يعني السلم الأهلي في البلد، ولو كلف الدماء، ولكنهم يريدوا أن يصلوا إلى هدفهم. وهم يجدون هنا من يعني يتجاوب معهم، وللأسف يحاولون المرة تلو الأخرى لكي يصعدوا إلى الأمام. نعم دكتور جمال، هذه الأساليب ألم تثبت فشلها بالفعل؟ يعني ليس ببعيدا عن السويد، في فرنسا مارين لوبان يعني قادت حملتها الانتخابية بمعاداتها للمسلمين، ويعني تشارف على الفشل في هذه الانتخابات. السؤال هنا، لماذا الإصرار على اتباع هذه الأساليب؟ أنا لدي رأي آخر مغاير تماما. أنا أجد أن الآن لابين تقدمت كثيرا، وهي الآن الحزب الثاني والذي هو الذي المنافس الكبير لماكرون، وهذا حقا كان مخيفا، ولكن الآن ربما تكتل الأحزاب الأخرى إلى جانب ماكرون ربما التي هي تنقذ الموقف. تراجعت عن دعواتها يعني حظر الحجاب. نعم، هذا تكتيك انتخابي. هذا دائما قبل الانتخابات شيء وما بعد الانتخابات شيء آخر. هي معروفة، هي تابعة لليمين المتطرف وبلاغاته وبياناته، وحتى تاريخ والدها معروف في هذا المجال. فإذا اليمين المتطرف للأسف دائما يستغل هذه الورقة، ورقة يعني المسلمين المغتربين، دائما التهجم عليهم، يعني رفع التوتر في المجتمع لكسب الأصوات. وهذا هو الخطر الذي يكمن حقا هنا. وهذه الموضوع هذا ليس في بلد واحد أوروبي واحد، هذا كان في فرنسا، كان في إسبانيا، كان في هولندا، في السويد، في الدنمارك. فإذا للأسف هنا اليمين المتطرف، أريد أن أذكر هنا فقط يعني أن ترامب دعم اليمين المتطرف في أوروبا، وكذلك محاولات لبوتين، نعرف كيف كان التقى مع رئيس حزب لوبين، وكذلك كيف يعني يدعم بشكل آخر اليمين المتطرف في أوروبا للأسف. وهنا تكون ردة الفعل المسلمين يعني كذلك قوية على هذا الموضوع، ويجدون لها تأثيرا فيعيدون الكرة والكرة لكي تزداد شعبيتهم. الانتهاك وقع يعني على مرأة من الشرطة السويدية، كيف تقرأ موقف الشرطة؟ وهل بالفعل هذا التصرف يندرج ضمن الحريات في السويد؟ الشرطة، أنا أعتبر الشرطة هم حقا ضحية. الشرطة هم يعني جهاز تنفيذي في 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 المؤسسة التنفيذية السويدية. أنا أعتبر أنه هذا الموقف هو ليس موقف الشرطة، هذا موقف البرلمان السويدي، موقف الحكومة السويدية، موقف القضاء السويدي. الشرطة تنفذ ما يقال لها، وهنا يجب أن يتم الموضوع على مستوى أعلى، ليس على مستوى الشرطة. يجب أن يتم هناك، يجب أن تسن القوانين التي تحظر ذلك، القوانين التي تمنع ذلك، التي تعاقب على ذلك، وليس أن تحمي هكذا
إنسانا معتوها يقوم بهكذا تصرفات ويحقن ويجرح مشاعر مليارين إنسان في العالم. أنا أقول لو حصل ذلك مع الديانة اليهودية، لو قام مسلما ما في دولة أوروبية وكذلك تهجم على المقدسات اليهودية، ماذا سيعمل العالم؟ يعني مجرد تصريحات يتهم، لربما مجرد التصريحات، وهنا المفارقة العجيبة، مجرد تصريح بسيط يتهم يعني المصرح بأنه ضد السامية، لماذا لا يتم الدفاع عن الإسلام بنفس الطريقة على الأقل؟ ولكن هذا واجبنا نحن كمسلمين، هذا واجب الدول الإسلامية، منظمة التعاون الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، أن يقوموا بمبادرة وهذا على مستوى الأمم المتحدة، أن يكون هناك حقا كما هناك في يعني اتفاقية بشؤون اللاجئين، اتفاقية بكثير من الأمور، اتفاقية بحقوق الإنسان، يكون كذلك اتفاقية عدم المساس بالمقدسات الدينية على المستوى العالمي، وأن حقا أن تكون هناك حملة كبيرة ومبادرة كبيرة من طرف العالم الإسلامي، يعني تنديد هناك وشجبا بمكان آخر لا يفيد. نحن نريد أن نقوم على مستوى أعلى، لأن هذا الموضوع لا يتم الآن، يتم ربما الآن في السويد، ولكن تم في هولندا، وتم في كل مكان آخر، ولكن ممكن يتم في دول أخرى. إذن علينا أن نضع الحل الأخير والناجع ومستدام في لكل زمان ومكان. نعم، إذن كنت ضيفا عبر سكايب من برلين، عضو البرلمان الألماني السابق الدكتور جمال قارصلي، شكرا جزيلا لك.